السلام علیکم ناظرین، آج کی خبروں کی شروعات جناب حافظ مقبول احمد آسامی کی تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی ہمارے نمبر 9697709014 پر اپنی تلاوت بھیج کر اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثقن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.